تكن غايبة بروم عن مسرح الحياة السياسية، لكن للأسف لم يتطرق إليها أحد من الكتاب الذين كتبوا عن هذه المرحلة. هذه الإمارة أول ما ظهرت سنة 1192، السلطان اللي كان موجود اسمه جابر بن أحمد بن سعيد السفاري. ذكر أن الأمير بهذا اللفظ محمد السفاري أنه يحكم من فوة إلى سفال ميفا. انتهت الإمارة، لكن انتهاءها زي ما تقول جاء بطريقة يعني بسيطة جدا يعني.